استكشافية نسألوا الناس على أوضاعهم هناك، تنقصهم إيه، أي مشاكل بيتعرضوا لها. وكنا لا نحن ولا مسؤولين من البلديات اللي كانوا بيقوموا بزيارات للبلدان، ولا مسؤولين من الوزارات اللي كانوا بيقوموا بزيارات ميدانية. كلنا كنا بنستمع للناس وكنا بنسجل مشاكلهم ومطالبهم، وكنا بنقوم بقرارات، بنقرروا قرارات وبنرسلوهم للسياسة الهولندية. ففي حتى سنة 2000، يعني ابتداء من 1 أبريل 2000، قررت الحكومة الهولندية أن تعطي الأنظمة دي صبغة قانونية، أنها رجعت القانون الأنظمة دي فصل قانوني من القانون من الدستور الهولندي. يعني أخذ صبغة قانونية، والصبغة القانونية هي أحسن من صبغة النظام، لأن يعني الصبغة القانونية القانون مش ممكن للوزير أو لكاتب الدولة بيغيره لوحده. كل تغيير لازم يكون بموافقة الأكثرية الساحقة في البرلمان. ودخلوا بعض التحسينات على المساعدات اللي كانت بتعطى، ما كانت فيه حق في تأشيرة، خلقوا حق في تأشيرة، ما كانت فيه حق في للأطفال اللي كانوا بتوفوا أبائهم اللي استفدوا من القانون ده، كانوا إذا استفدوا إذا توفي الوالدين فتبقى الأطفال بدون أي تعويض. كانت المرأة اللي راحت مع زوجها في حالة طلاق بتضيع، الرجل اللي قدم الطلب بيحافظ على تعويضات والمرأة بتضيع، الأطفال بيضيعوا. وما كان فيه مساعدة في مصاريف التأمين الصحي. فابتداء من 1 أبريل 2000 دخلوا تحسينات على القانون ده، خلقوا حق في التأشيرة لكل مواطن استفاد من القانون، له الحق في التأشيرة عشان يزور أبناءه أو أهله أو أصحابه أو يقوم بسياحة لهولندا في أي كل وقت بيحب. خلقوا أن أعطوا للأطفال الأيتام حق في حالة وفاة الوالدين، يكون ولي الأمر اللي ولي أمر الأطفال له الحق في 50% من التعويضات اللي كانت عند الآباء. خلقوا حق حتى للزوجة في حالة طلاق أنها بتحصل على تعويض، أو الزوج إذا كانت الزوجة هي اللي استفدت من القانون. وخلقوا الحق في تعويض إضافي كمقابل للتأمين الصحي، فبيعطوا للشخص مقدار معين عشان يشارك في صندوق من صناديق التأمين الصحي في بلده الأصلية. وخفضوا السن من 50 إلى 45 سنة. بقى القانون ده ابتداء من 1 أبريل 2000 حتى 1 يوليوز من السنة الماضية، في 1 يوليوز في السنة الماضية غيروا القانون من جديد، حذفوا المساعدات في مصاريف السفر ومصاريف الرحيل، رفعوا السن من 45 سنة إلى 55 سنة، جردوا المجموعة اللي دخلت هنا لهولندا قبل سن الرشد من الاستفادة من القانون ده، مددوا مدة البطالة من 6 شهور إلى سنة، ومددوا سن مدة الإقامة من 3 سنين إلى 8 سنين. فكل التغييرات دي كانت تغييرات سلبية. وإحنا بنعرفوا أن الآن المجموعة المسنة من فوق 55 سنة على الصعيد الهولندي كامل بالنسبة للمجموعات اللي لها الحق من الاستفادة من القانون ده ما بتتعدى 300,000 شخص. إذن كانت مجموعة تتكون من تقريبا 2 مليون من المواطنين أصبحت 300,000 شخص. ابتداء من 1 يوليو إلى يومنا هذا انخفض عدد المستفيدين بطريقة خيالية، لأن ما فيش إنسان. طيب دي بالنسبة للقانون العودة، احنا بنشتغلوا كذلك في طريق في ميدان التعويضات في صناديق التقاعد، رجوع
بتعويضات صندوق صناديق التقاعد أو بتعويضات المستفيدين من تأمينة عدم المقدرة عن العمل. حتى وإن كان الشخص المسن اللي هو متقاعد أو الشخص اللي بيستفد له حق في تعويض من تعويضات عدم المقدرة عن العمل اللي بتسمى بالهولندية الفياو أو الفيا، ممكن إذا كانت متوفرة في شروط القانون العودة فممكن للشخص ده الاستفادة من القوانين الاثنين. إنما بالنسبة للتعويض بينظروا دائما للحقوق من صناديق التأمين الصحي أو صناديق التقاعد. إذا كانت التعويضات دي أكثر من التعويضات اللي بيضمنها قانون العودة فبيحصل الإنسان على موافقة، ولكن ما بيحصل على أي تعويض إلا في حالة تغيير مستقبلي. وعلى أي كل مواطن اللي بيحب يروح من هولندا إلى بلده الأصلي لازم يكون عارف علمه كل المزايا وكل العيوب. يعني لازم الإنسان ينظر إذا كان عنده أطفال ينظر لمستقبل الأطفال، سن الأطفال يسمح للإنسان بالرجوع أو ما بيسمح للإنسان بالرجوع. لأنه يعني لو تأخذ معك ابن عنده 5 سنين أو 7 سنين مش هو ابن 13 سنة أو 14 سنة، أن 7 سنين 5 سنين ممكن ينسجم مع زملائه في بداية تعليمه. الطفل اللي ليه 13 14 سنة حيتكسر. يعني هنا فيه نظام تعليمي معين وفي البلد الأصلي فيه نظام تاني، والأنظمة دي بتفترق كتير كتير كتير. كذلك بالنسبة للصحة للميدان الصحي، الإنسان اللي مريض واللي يحتاج لعناية معينة لازم يفكر حتى وإن كانت عنده تعويضات مالية كافية لازم يفكر، لأنه الإمكانيات الطبية أو المساعدات الطبية في البلد الأصلي تفترق كثير عن هنا. وإن كانت قضية المعاملة فقط